صباح الخير اول شيء. موجود، كيفك كريم؟ تمام تمام. ثاني شيء، كيف بتلحق يعني هالقد ضلك عم تبرم اذا بنفوت على الويب سايت نو جارليك نو اونيونز او بنلحقك على الانستغرام؟ نلحق الويب سايت يعني نو جارليك نو اونيونز، بنقول يعني مقضيه من مطعم لمطعم من منطقه لمنطقه، بجرب قد ما في يفتش على الاشياء الطيبه، المحلات الصغيره الناس ما بقى تعرفها او الناس ما بقى عم تلفت نظرها، هيدا اهم شغله. واحد اثنين، فوت على قد ما بقدر مطاعم، حتى بتعرف بلبنان كل يوم بيفتح 50 واحد جديد، طبعا بجرب فوت على اغلبيه المطاعم اكتب عنهم اللي كلهم موجودين على الويب سايت، واكيد مشوار يلي بيرجع من جمعه لجمعه كل نهار احد، يلي هو الهدف طبعا قلناها عده مرات انه نعرف الناس على الضياع لبنان. اغلبيتنا بنقول راي على باريس وراي على لندن، تعرفوا بلدكم شيء؟ خلينا نتعرف على بلدنا، في مناطق بعيده ايه بس لبنان كثير صغير، خلينا نكتشف كلنا مع بعضنا. وهيدا اللي بعمله، بحب اللي بعمله لدرجة انه بلاقي له وقت. اكيد اكيد، وواضح انك بتحب اللي بتعمله. نحن رح نروح على حصبية، على منطقة حلوة كثير من لبنان، على هالقضاء ويعني وعلى السنتر تبعه. انت رحت على قلب حصبية؟ انا رحت على قلب حصبية، بجرب دايما ما اعمل عدة ضياع مع بعض، انك حصبية هي حصبية، تنجي نعمل ضياع الباقية طيب. بعدين نحن رح نشوف شو مخبيت لنا حصبية من اشياء طيبة وحلوة ونرجع نعلق انا وياك. اكيد. حلو. الله، قال لي بس بدكم. واو، اليوم بدي اعرفكم على ضيعه منسيه، بدي اعرفكم على ضيعه فيها تاريخ، على ضيعه فيها تراث، على ضيعه فيها قصه. تعالوا معي تعرفكم على حصبية. مرحبا. اهلا اهلا، يا هلا سعد الصباح، يا ميت هلا، تفضلوا، اهلا وسهلا، مشرفين. لك شغلي بالنسبه للقهوه، بيقول لك تركيه واصمليه وعلى الريحه ونص حلو وشيء حسب البني. بلش مشروعنا الساعه 5 على بكره، وعينا 4:30، ساعتين طريق توصلنا على حصبية، ببلش عجن الساعه 3 على بكره وبيخلصوا الساعه 7. لبنه من الضيعه، خبز صاج، واكيد بالاخر كاتشة فليفة حلوة. بس حطوا على النص وجيبوا بس. يلا هيك ابو حكمة، مقبل ابو حكمة. شو هاي؟ أول مرة بشوف ملفوفة قد كبيرة. بدك أكبر منها بعد؟ في أكبر منها بعد؟ معلوم بلدي ايش؟ هولي شو من أرضك؟ ايه من هون من حصبية؟ ايه. لك لك قديش قاسية وبتلمع وهيك شكلها بتقرش قرش. هذا حمص بطحينة، هذا حمص بسموه بليلة، وبعض الأحيان بسموها مسبح. مسبح هلا البطاطا. نحن عنا الأغلب الناس اللي بتجي من برات المنطقة بتفاجئوا فيها عنه هاي البطاطا، مش أكلين بدها تحضير يعني. ايه أكيد، معلوم بدها ساعة شغل. هيدا بطاطا مدروشة عن المكنة، بنطبخها بزيت زيتون وبصل، بنحليها لحتى تستوي تقريبا 3/4 الاستوى، وبنرجع بنعملها بالمنفوشة. بعمل لك هيدي الفطيرة بسموها بزيت، هيدي عجينة كبيرة بيدهنوها زيت من حلبة وبلفوها وبريحوها ساعة، بعد الساعة بتنخبى بتتاكل بحلو بلبنة بشي، بس هيدي كانوا يعملوها جدودنا وهيك. ما فيها شي بقلبها، ما فيها زيت زيتون، زيت زيتون. شو رح نبلش؟ هيدا كشك مع فليفله حلوه. كشك مع فليفله حلوه. هيدي اللبنه. هيدي اللبنه. هيدي مش رح تنسى طعمتها. هيدا البطاطا. غريبة وكتير طيبة. سبانخ. سبانخ. فرية مثل سبانخ. فرية. طعمتها مثل البرشين.
أو مع لبنة أو مع كراميل. إيه كيف ما بدك تكلها؟ أو مع شوكولا مثلاً. لا اللي بدك. تسلم تسلم كل مرة شيء. شيء بحط الضحكة على الوجه. ولا تعمل متة بدك القرعة وبدك البومبيجا. كمان. اوكي بحط لها المي. المي تكون فاتر شوي اول ما تنقعها احلى ما تصير. القرعة الكبيرة جوطية كبيرة. قلتي لي فاتر عشان تحرق لسان. كثير صحية المتة على فكرة. صحية ما اختلفنا بس مرة كثير. مرحبا مختار. كيف صحتك؟ الحمد لله اهلا وسهلا. كيف صحتكم؟ اهلا وسهلا فيكم بحصبية ببلدة المحبة بلدة العيش الواحد بلد البياضة بلد الست كنايس بلد الجامع بلد جميع الطوائف اللبنانية موجودة بحصبية. حصبية بتبعد عن بيروت 120 كيلومتر الى طريقين عن طريق صيدا النبطية مرجعيون حصبية طريق ظهر البيضة الشتورة المصنع حصبية. حصبية بتعيش 70% من أهلها على إنتاج الزراعة الزيتون. عندنا نهر الحصبيني بأكثر من 500 دلم تحت المي. معبد البياضة صار له أكثر من 450 سنة وهذا مرجعيته مشايخ البياضة عندنا بحصبية. كل أبناء الطائفة الدرزية بجميع أنحاء العالم بحبوا يتعلموا الدين بيجوا يتعلموا هون. اهلا وسهلا فيكم انتم بين اهلكم حبلينا تاكلوا قد ما بتحبونا تاكلوا فاذا بتحبونا بتاكلوا بتكثروا اهلا وسهلا كلنا لسه اهلا وسهلا فيكم. منطقة حصبية تقريبا نحكي مع بعضنا مقابل 10,000 ليرة بالشهر. حصبية عايشة طول عمرها عايشة تعايش كتير سليم كتير محب مع بعضهم. هذه كنيسة كاتدرائية القديس جوارلس للروم أرثوذكس. أرثوذكس بيهم ثلاث كنائس بحصبية. كنيسة المارجيجوس اللي هي هذه. تك ساكن هون؟ ساكن هون خلقت هون وساكن هون. اللي أعلى أمطرة بالشرق إلى أخت بالمغرب بهالعلوم. هي كانت كنيسة تبع الكونت أورا. هون هاي كانت تقعد مرت الأمير بشير الثاني هالأمطرة بعد الظهر تشرب الأركيلة. أنا هون بيتي إسا بفوتك فريق. أنا أخذ أخت هي صورة المير بشير جدنا بشير الثاني. هاي القلعة لكم. ايه للشهابية. لما بيحكم شهابي بصير في عدل. القوي مقيد والضعيف طليق. يعني القوي ما قادر يفترس. تاريخ ما أهمله التاريخ. Thank you.
في اوتيل كمان اذا بدكم تجوا تقضوا الويكند. من بيروت عم يجوا بقشوا بضاعتنا من السوق، من صيدا، من الشوف. احنا هون بتسأل محلات التجارية، بتسأل أي إنسان من الشارع، أي لبنة، أي لبن، بقول لك بيت شرف. هسا بدكم تتفضلوا وتذوقوا جبنة، جبنة منبعش بنعملها إلنا، ولبنة ولبن. أكيد. ها؟ بحق لي بعد؟ تاكلوا من اللي من مين؟ 100%، معاذ الله عمي نوقع بين. في بعد؟ بالله لا توفر. ايه بدك تذوق وبدكم تاكلوا اللبن وتشوفوا طعمته وتاخذوا معكم. مش هني رح يذوقوا لانه اذا طيبه مثل الجبنه هي الي بس. يمكن تلفتوا نظرنا فيها. اذا تركتني رح اخلصها. صحتين وعافية. هاي هي. هاي هي. ساندويتش مرقوق، رشة زعتر، زيت زيتون، بقدر اعيش عليها كل حياتي. صارت الساعة 7 وبعدنا بحصبية. قالوا لي انطر لأنه في حدا بيعمل لبنة ولبن كتير طيبين. هودي بتكون معكم. خلصت حلقتنا اليوم بحصبية بضيعة حببتنا بكتير أشياء. نرجع نلتقى بمشوار جديد أحد جديد. خلصت هالكعكة ما عم بتفلتها منيح. شو قادر هيدا الكعكة عن جد. هيدا الزلمة بيعمل كعك لبيته، بيعمل الجبنة لبيته. ترجيته تيعطيني كعك على بيروت. قال لي سوري للبيت. قلت له باخد دزينة 1000 وحدة ببيعها من بيروت. قال لي ما تعذب، هو اللي عندي للبيت. في اشياء طيبة، حتى الجبنة مش معقول. يعني الجبنة او حتى الفطاير يلي بزيت بينزاد عليهم اللبنة. فطاير بطاطا؟ فطاير بطاطا حلو. اخر انطباع عن حصبية، يمكن حملوك مساج اهل حصبية كمان. شغلتين بدي اقولهم، حصبية وغيرها من كتير الضياع يلي هن بجنوب لبنان، يلي ما بقى في شريط حدودي، يعني انفكعنوا شريط حدودي، حتى لو بعاد هن بقلب لبنان عندهم كتير اشياء حلوه، منن بعاد مثل ما انتم مفكرين، ولازم كل واحد منا يروح يرجع يكتشف بلده. هاي الشغله كتير مهمه. شغله ثانيه، بقلب حصبية في 6 كنايس اللي شفناها هي وحده، في اقدم كنيسه بروتستان بالشرق الاوسط مهموله متروكه عم تهبط، حدا يعمل شيء. عن جد حدا يعمل شيء. أنتوني مرسي كتير، تحياتنا لكل سكان حصبية اللي شفنا مدينتهم وقضاءهم الحلو بهالروبورتاج، والموعد الأحد اللي جاي مع مشوار جديد. أكيد. أهلا وسهلا فيك أنتوني. نحن رح نروح مع تيريز على ماجازينز بعد البريك. خليكن معنا مكافيين بقى لايف.